still I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما عم يحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم 6 اذار 2014 قرب عيد الاساتذه، العيد اللي انا بحبه كثير. اليوم نحن كل يوم منتساءل خصوصي ان كنا اهل، شو بدنا نعمل مع اولادنا؟ كيف بدنا ننصحهم؟ لوين بدنا نوجههم؟ وتحديدا اذا كانوا بعمر مراهقه، بعمر عم بينتهوا من سنين الدراسه، ومنقول هل بيعملوا هالاختصاص؟ هل بيعملوا هالاختصاص الثاني؟ ويمكن نحن دائما نصايحنا ما بتكون بمحلها، نصايحنا أوقات بتكون هيك شخصية نابعة من نحن، رغباتنا كأهل، وبيكون الخيار أوقات غير صائب، تحديداً إذا كان خيار صعب عليهم. اليوم بفاميلي رح نسلط الضوء على التعليم المهني، وقديه التعليم المهني أوقات منحطه هيك على جنب ومننساه، ومنجرب نوجه أولادنا على اختصاصات هيك مشهورة شوي أكثر، معروفة شوي أكثر، إنما هالاختصاص أو الاختصاصات المهنية قديه مهمة. رح نشوف سوا اليوم بفاميلي مع السيدة ميرنا الحج. ونحن بي ام تي في الايف كل يوم منجرب نجاوب على تساؤلاتكم، ان كانت الشخصية، ان كانت المهنية، ان كانت الطبية او الاجتماعية. فتابعونا اليوم لتتابعوا جميع فقراتنا ومواضيعنا الجديد مع ضيوفنا. فام تي في الايف ببلش دايما بفقرة باركود مع فادي. بونجور. بونجور رانيا. فادي، يعني حتى التساؤلات التكنولوجية نحن منجرب نجاوب عليها بأم تي في ألايف، شو عندك اليوم؟ قدر الإمكان، لأنه ما في خبرك ما عم نلحق التكنولوجي، كل شيء جديد، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في فكرة جديدة، كل يوم في اختراع جديد. بس أنا بجرب أحكي عن مواضيع اللي إذا فينا نقول هلأ مواضيع الساعة اكزاكتلي، يعني مش على طول كل الايتمز اللي بنحكي عنهم موجودين بالأسواق. هلا الأفانتاج إنه فينا نقول حوالي 80% منهم عم بيرجعوا بطور الانتاج بيكونوا، او عم بيكونوا اوريدي صاروا بالاسواق بعد فتره. يعني بنرجع بنحكي عنهم ونقول انه هلا صاروا بالاسواق كنا خبرناكم عنهم. يعني نحن بنحكي قبل اللانسمون، وبنحكي ايضا لما بيرجعوا بينزلوا بالاسواق. هي في فتره اذا بدك هيدي الفتره بيحكوا بيقرروا فيها، يعني بيعملوا البرودكت، هالبرودكت بيعرضوه على اذا فينا نقول على العالم لحتى شوفوا قد ايه رده الفعل، وهون ببلشوا يجمعوا مصاري ليبلشوا يعملوا البرودكشن تبعهم. لكن انا جايه لعندك لشوف اليوم شو عندك جديد فادي. ناطري. صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الخير من صباح جديد. الخير فادي. رح خبرك عن لكل محبين الموسيقى وكل العالم، اذا بتشوفي حالها شخص يمكن من اللي بيسمعوا ميوزك بس كون قاعد وفي ميوزك تلاقيه بلش عم يحرك ايديه على اجري على الطاوله على وات ايفر، فكل واحد بيلحق ريتم بينبسط مرات انه يلحق ريتم. مشان هيك اوقات اللي حدو بينصرعوا شوي فادي، يعني بنصير نقول له بليز خلص وقف طرطق، لان احنا بالنسبه لنا بيكون هيك مثل بس حرتقه، يعني شوي يمكن حرتقه ومش بوقتها. صح صح. طيب بس هلا رح تزيد الحرتقه مع هالفكره. حلو. رح ننزعج اكثر. موجي هي فكره كثير مهضومه، ديفايس صغيره شكلها مثل او طريقه استعمالها مثل الستوسكوب تبع الحكيم. بتحطيها على حيلا فلات سيرفيس، حتى على بالون حطينا، فيك بس تحطي هالديفايس وبتبلشي على تنعتبر حطيناها على الطاوله. وبلشنا نعمل عم نلحق ريتم على الطاوله، عم ندق على الطاوله، هي بتاخذ الفايبريشنز، كل الفايبريشنز بتاخذها وبتفوتها على التليفون على ابلكيشن نحن منزلينه. واو. هاي الابلكيشن بتحولنا هالفايبريشنز لميوزك لريتم اللي نحن عم ندقه. اوف، يعني نحن يمكن ما بنكون منتبهين شو عم نعمل موسيقى، بتصير فجاه مي. وبدل ما تكون اذا بدك مثل ما كنت عم بتقولي هالدق المزعج الطرطقه بتتحولها لموسيقى وريتمي. هلا فيك بذات الوقت تلعبي موسيقى بتعرفيها او غنيه بتعرفيها، او مجرد انت هيك عبالك
تلحقي لحن اجى على راسك. اي لحن بيتحول لبيت حلو يعني اوقات بيكون اللحن هيك ميلودي بحيلا انسترومنت يعني بحيلا آلة عزف تانية بتتحول بطريقه انه تصير هيك مثل شوي راقصه اذا فينا نقول مثل ما بدنا فينا نعملها. شوفي هون حتى على الازاز حطينا فيك الدق على الازاز وين ما كان حيلا صير راسك فلات اهم شيء مفهومة وصغيرة يعني اكزاكتلي كثير صغيرة مع كابل ومشوكة بالتليفون. على كل المفسرين هون انه هي عم تشتغل مثل السماعة تبع الطبيب صح. وهون عم نشوف انه هيدي الابلكيشن عم نشوف هون الويندوز او البيجز بهالابلكيشن وهالبيجز بيقولوا لنا شو عم بيصير ونحن بنحسن من اداء اذا بدك او الاوتبوت تبع هالميوزك اللي عم نلعبها بنحسن لها من ادائها. هون حاطينها على الحيط فادي شو تنصت وين ما كان مهضومه انما بعد ما نزلت يمكن بالاسواق كانه عم نشوف ديمونستراسيون. صحيح صحيح. هلا بعد ما نزلت هلا مثلا هيدا الايتم اذا هلا بتدفعي $40 بتحجزي هالايتم لك لوقت ما يبلش انتاجه. عم بيمولوه 100% وبس هو لاخر السنه لحتى يبلش الانتاج. نعم. على طول في تمويل قبل. هلا اذا بتدفعي اكثر بتوصل لك قبل اخر السنه. حلو بقى هيك بيشتغلوا عرفتي لحتى كله بالمصاري بيصير. نعم 100% صح. يعني بحمسوا طبعا انما كمان طريقه لحتى يسرعوا يمكن العمل لحتى هن بالتحديد لحتى يجمعوا اذا بدك الاماونت اللي بدهم اياه يبلشوا الانتاج بلا ما يكونوا عم يدفعوا من جيبتهم 100%. Next device حكينا كتير wearable devices بالأخص الفتنس wearable devices. سامسونج كمان نزلت هلأ devices جديدة شكلها مثل الساعة حتى فيها تعطينا الساعة والدات بكل سهولة مع هالسكرين curved screen اللي هي OLED screen. سكرين مانا كتير كبير ووزنها كلها خفيف بتعطينا كل الأخبار اللي نحن بحاجة لها as a fitness device. يعني بتعطينا دقات القلب بتعطينا نحن الاكتيفيتيز اللي عم نعملها الكالوريز اللي عم نحرقها كل هدول الامور بلس الافانتاج الكبير اللي فيها انه بتعطينا نوتيفيكيشن على التليفون. بس اهم شيء انه يكون تليفون سامسونج. اذا ما كان سامسونج ما فيها تعطينا في تفرقه عنصريه هون بس لسامسونج. صحيح يعني حتى لو ما عندك اندرويد او او ويندوز فون ما بتشتغل على عليهم لازم يكون سامسونج. والحلو انه فيك تنقي الستراب اللي بدك اياه اللون اللي بدك اياه في عندك عده الوان. نعم يعني كمان هيدي طريقة من طرق الماركتينج بفتكر لحتى يسوقوا أكتر لتليفوناتهم 100% وحتى اللي عنده أوريدي التليفون صار بيقول ليه بدي روح أخد غير ديفايس بروح على سامسونج لأن هيدي كومباتيبل مع تليفوني أكتر. نعم فادي على كل يعني صرنا عم نشوف حتى الساعات اللي بتنلبس ساعة عادية صار شكلهم مثل الساعات اللي عم نشوفهم هون الساعات التكنولوجية يعني والموضة كلها هيك تغيرت صرنا شوي صح. سيانس فيكسيون يعني وشوي عم تشوفي الرابر على طول هو اللي مسيطر بالوقت الحاضر يمكن لأنه بيحمل مي بيحمل عرق. نعم. الاسبار بيحمل كل هدول صحيح العوامل الطبيعية. رح ننتقل لشغلة هي يمكن نحن سوري ما رح نقدر نستعملها نهائيا السنة ما تلجت عنا السنة. نعم. عم نحكي عن فيست من داينيزي. هالفيست هي بتنفخ لحتى تصير مثل ايرباج لتحمي الشخص اللي عم يعمل سكي انه يتعرض لاي اذى. الفكره كان انه يلحقوا هل ايتم يلحقوه بالاولمبيك جيمز بس ما قدروا ما لحقوا بس اوريدي كانوا عاملين الاكار مع الاولمبيك اذا بدك يعني لسنين القادمه صح لحتى لكل السباقات السكي لحتى يبلشوا يلبسوا لكل المتزلجين يلبسوا هالديفايس مثل لايف جاكيت هي كايند اوف بس من قدام من ورا ما فيها شيء لانه اوريدي صار هلا مجبورين يلبسوا بروتكشن للظهر سو هيك بخف حجمها وزنها بكل هدول الامور وزنها حوالي 800 جرام اقل شوي من كيلو والفكره هي لحتى تحمي مثل ما كنت عم بقول إذا لاحظتي هون فيها حتى جي بي اس مع 6 سنسورز. نعم. هالسنسورز كلهم هن السنسور اللي بيشتغلوا. نعم. لحتى يعرفوا بأي لحظة لازم تنفخ
واو. يعني كان بدي اسالك هالسؤال، لازم تنلبس هي وردي فيها هواء ولا كيف؟ لا لا لا، هي بتبقى منفسة عادي. بس بتاخذ 100 ملي سكند لحتى تنفخ. بس هون كيف الفكره؟ مش معقول، كثير قليل. ايه 100 ملي سكند كثير سريعه. هون السنسرز اللي بيلعبوا دور كثير مهم. لانه ضلوا يعملوا ستديز بطريقه كثير متطوره، انه اذا ما بعرف يمكن شخص طلع عمل فليب بالهواء، عمل جامب، نزل بقوه، كل هدول الامور ما تفتح ما تنفخ بهدول اذا بدك هالاكتيفيتيز اللي بتنعمل. يعني ضلوا يشتغلوا عليها ليقدروا يلاقوا اللحظه لازم تفتح فيها باي لحظه، وين الامباكت اللي بده يصير، وين الوقعه بس بدها تصير بهاللحظه لازم تفتح او تنفخ هالفاست. يمكن تشتغل حسب دقات القلب فادي، يعني كيف حسب شو السنسر بيشتغل؟ السنسرز هيدي هي، ما هي بتشتغل على قد ايه صرت قريب من الارض، قد ايه الامباكت على الارض قوي، قد ايش باي اتجاه وقعتي بجسمك او على اجريك او كل هدول لحتى ما تنفخ بالوقت اللي هن مش بحاجه لها مثلا. بس فظيعه اذا هيك، يعني مش معقوله شو دقيقه، كثير دقيقه سريعه وفعاله. يعني هو بتنفخ فيها كانت غاز صغيره كولد غاز، هي اللي بتنفخها بسرعه وعندها بطاريه، بس على طول تكون مشرجه طبعا لحتى تقدر تنفخ وتحافظ على. اكيد بالنهايه الشخص اللي لابسها قد ما يعني كانت قدرت تخلص مايكل شوماخر او لا؟ مايكل اكل ضربة على راسه بس أي. يمكن ما بتعرف كان عملت شوية امورتيسمان وغيرت اتجاه الضربة بركي. يمكن فهيدي الفكرة من دي اير. نعم. من داينيزي هالفيست واللي هي بتحميك اكثر شيء اذا لاحظتي الكتف والصدر. exactly. نعم. والصدر يعني شوي كنا نقول الاضلع. شكرا لهالمعلومات فادي. ثانك يو لك. نحن بنشوفك اكيد بكره مشاهدينا. نحن بكره اكشلي بعد بكره صحيح بكره في الي مشاهدينا وقفه قصيره ومنتابع ام تي في لايف.